بص، أسوأ مما حدث. اه احنا كنا بنتفرج على فيلم شيء من الخوف، للدرجة دي. عتريس وفؤادة، وكله خايف، كله خايف من عتريس، كله خايف من سان داونز، من بدءا من كولر نفسه. كولر صدر لعبته الخوف بالتراجع، بالدفاع طب ليه ما نقولش ان هو لعبة الاكثر. واقعية؟ لا، واقعية ان انا اقدر امسك كورة، الاهلي ما كانش بيمسك كورة. اه بصراحة خالص. فدي هي دي المشكلة، يعني الأرقام بتقول 75 25 استحواذ، دافع، ما حدش قال لك ما تدافعش، بس لما تجيلك الكرة تقدر تدورها ازاي؟ صح، حاولت ازاي تقدر تدور تطلع حتى الهدف بالكورة. اللي جه من تمريرة مقطوعة لمروان عطية، اللي أنا شايف إن هو يعني ظلم كثير. الناس كلها بتتكلم عن مروان عطية إن هو السبب في الهدف، لكن مروان عطية صحيح من بعد وفاة والده الدنيا مش أحسن حاجة، لكن مروان عطية يبقى لاعبا جيدا. طبعا لكن أنا بقول لك فكرة إن في خوف زرع داخل لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه، والحاجز النفسي بتاع الخمسه اللي كان موجود داخل قلب وعقل كولر قبل ان يكون داخل لعيب الاهلي هو السبب في بالشكل المشهد ده. اللي احنا شفناه. اضافه الى ان الراجل تاني للمره المليون، انا مش هقيم موديست ده دلوقتي، هننتظر. لكن هل من المنطقي ان لعيب ينزل 29 دقيقه ما يلمس الكره؟ لا مش منطقي، 29 دقيقه نازل من الدقيقه 68 ومع 7 دقايق وقت بدل ضايع، لمسة بنتكلم واحدة مفيش. مفيش لمسه واحده، يعني حتى تحركه واضح ان هو بعيد قوي. طب ليه جنيته تقيلة، كان حركته في اكتر تقيلة. من اوبشن تقدر تستخدمه، حتى لو الكهرباء مش سليم، حط تاو، حتى لو حسين شحات مش حط تاو او طاهر. طلع، هات طاهر محمد، طاهر راس حربه، تاو او طاهر. عشان حد انت محتاج حد يجري من الحته دي، صح. انما الراجل كان بعيد. فالموضوع لا، يعني هنا يعني الموضوع هيختلف كتير جدا. الاحتفال الذي قدمه مكوينا مع الجماهير انا سعيد جدا بيه، انا انت سعيد سعيد جدا بيه؟ طبعا. فكره ان انت تكسب الاهلي 1-0 وتحتفل بهذا الشكل، ده كان بيرقص الراجل، معرفش معانا الصوره ولا مش معانا، الصوره جاهزه يا جماعه معانا، لو جاهزه يعني عرضوها يعني. الراجل كان بيرقص. الناس شافتها كلها يعني. فيعني ان الصوره دي تتعلق على اوضه اللبس، تتعلق في اوضه. تتعلق الاوضه على اوضه اللبس. الراجل ده فرح فيكم، وروني بقى شخصيتكم. ما تقوليش بقى فوارق فنيه، اصل صن داونز على فكره صن داونز مش اعلى فنيا من الاهلي كتير زي ما الناس متصوره. لا، انت عندك لعيبه كوره كويره، وحسين الشحات ده مش كوير، كهربا ده مش كوير، بيرسي تاو ده اللي وعامل لهم رعب على فكره، طبعا طبعا جامد جدا في الماتش، طبعا. مش كوير، وابو طويله دوت اللي كان، لا كان المفروض يلبس ضربه جزاء صحيحه مثلا. ومش كوير. فالموضوع هيختلف كثيرا جدا في مصر. انا سعيد جدا بوجود 50,000 متفرج، الدنيا هتفرق كتير قوي. لعيبه سان داونز بيهاجموا، لكن واحنا بنقول ان هم بيهاجموا بيعرفوا يجيبوا جون، بقول لك ان هم ما بيعرفوش يدافعوا، لا ما بيعرفوش عندهم يدافعوا. مشكله في بس انهم هو القلق ان الاهلي دفاعهم كارثي. يعني دفاعهم كارثي، بس الناس قلقانه من وبيضغطوا حته في ان الاهلي الملعب، يستقبل هدف. ما هو ماشي، بيضغطوا يعني في فكره الملعب ان انت وعندهم اخطاء دلوقتي في الضغط رهيب. يعني انت تقدر تثبت شخصيتك وتفرق بشخصيتك، ده مهم جدا 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 في هذه المباراه. طيب انا ابو